هلا يا علوي، كيفكم؟ الله بخير ان شاء الله، كل شيء تمام. رجعنا لكم مقطع جديد يا اساطير، وانا فقد الصبح حبايبنا. شفت لا يعني كل الناس بتفيق، بس ولكن يعني اول ما شفت شيء غريب عجيب. ركزوا لي على هل الصلعه حبايبي، شوفوا لي شوفوا لي هالصلعه يا شباب، شيء غريب عجيب معلم، يعني ما بعرف شو بدي اقول لكم يا حلوين. لا يا حبايبنا الكرام، الله يسعد لي اياكم. قبل ما نبلش هذا المقطع يا حلوين، لا تنسونا باللايكات شيرات بارتاجات حبيبي والله. ايوه شيء كثير مهم، صلي على الحبيب معلم. اوكي حبيبنا، خلينا نشوف هذا الحدث. شباب في عندنا كثير احداث اليوم. اوكي طبعا شباب، هون عندنا كمان هيدي الرخصه. شباب هيدي الرخصه تدخل فيها على السكواد معلم حبيبي والله. اوكي باللوس رح نحاول نحرق الرقصه شباب اول شيء يعني. اوكي بعدين نشوف الحدث الثاني، وفي فيكتور كمان جديد شباب بنفس الوقت، يعني في اكثر من اشياء اليوم بهذا المقطع حبايبي. اوكي نعمل هيك، نلغي هذول نعمل كونفيرم، نشيل هذول بما انه عندنا السكين تبع الويجر. اوكي نعمل اول سبين، ليتس جو بوي. هات نشوف الحظ من اول الليل من الصبح. حظ بيض معلم، حظ بيض مثل كل مره محجي. اوكي الف جوهر يا ستير. طبعا شباب رح نحضر لكم اليوم شباب يوم من الايام الجاي شباب، يوم كامل ان شاء الله شباب نعمل فيه فعاليات على اكوات على البث مباشر على الفيسبوك يا ستير. اوكي اللفه الاخيره حبايبنا باللوز. اوكي هيك جبنا اول سكين شباب، تمام. مو اول سكين، اول رقصه حجي. جبنا الرقصه باللوز، هاي الرقصه جبناها. نجي لهون نحطها هيك، نجي نشوف شكلها معلم بداخل الجيم ايموت. نجي لهون. الله عليك. طبعا شباب لا تشوفوا الاسم معلم، ما الاسم كنت تعرفوا كل مره بكل فتره بغير فيه. اوكي وحتى اسم الكلام معلم حبيبي والله لا تاخذوا. دام نايس، حلو كثير حلو. اوكي شباب الان وين السكين هذاك معلم؟ طبعا بس كيفين السكين الابيض هذا الازرق شباب؟ هذا نفسه بس ولكن للشاب يعني. اوكي بلو ستور معلم، يعني هذا هو اصلا ما يلي اسمه اصلا الرئيس اسمه معلم، هذا اسمه متجر هاكر، فهمت علي كيف؟ المهم شباب رح ناخذ اهم الاشياء اللي هو هاد وهاد السكنين الرئيسيه معلم. اوكي لا لازم نختار كل شيء معلم. اوكي رح نختار قانون الجواب، ما اعرف شو بدي اختار. خلينا ناخذ هذول، خلينا ناخذ الطعام، بيلزم دائما طعام. ناخذ هاي وهات لنشوف. اوكي تم التحديد، نعمل اوكي نقطع التاكيد شباب لنشوف. انا شوف الشباب الصراحه حب هذا واي فيكتور، فيه 2 دمج ودقه ونقص الريلود، يعني الريلود بسرعه الشارج الريلود. يا اخي الريلود مع حبيبي والله يعاد تعب يا حجي. اوكي بلش معلم، شوف الحظ هون معلم كيف راح يقول. يا شباب يعني انا هذا هو يعني دايم ما راح يطلع شيء باول لفه معلم. مره مرتين صارت معنا اوه طلع لي فيكتور شاب قبل. لا لازم نطول بالنا شوي هيك شاب على الصبح. اوكي ونشوف يبقى يطلع لي السكيم الاخير. يا اخي والله شفته جمد هون تحت ولو تيم. اوكي نعمل هيك ونجيب السكين الحزبة القارب الازرق هذا. شوف الاصلع هذا معلم، الاصلع ابو 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 شعره، ابو شعره من فوق والله ما اعرف شو صاير شكله حبيبي. هات نشوف عندنا الحقيبه الشباب، الجيتار ولا حقيبه الجيتار، هي جيتار معلم هذا هو. اوكي نجي لهون شوف السكين معلم. اوكي نحط السكين، نعمل له تزويد وروح نشوفه شباب. نشوف بالعاده شباب دائما بجيب السكين بس ولكن بنسى افرجيكم كل عنصر من السكين، لا تاخذونا. اوكي عندنا الشعرات شباب مثل ما انتم شايفين. اوكي يعني حبيب والله ماشي عدد فاني شباب. عندنا هون شو اسمه هذا، اصبر شوي، النظارات تبعته مع يا اخي ليش حطيتوا لنا هي؟ هي لحالها يعني ما كان لازم والله، كان يعني هيك بدون هيك احلى كانت. اوكي الجسم شباب صراحه السكين حلو صراحه، السكين يعني هو شوي غريب عجيب
بس يعني اتس اوكي okay. ماشي حلو باللوز مع شكله خفيف مع باللاب حلو. خلينا ندخل على 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 الويبن كمان نشوف الفيكتور. اين هو الفيكتور معلم؟ شوف الفيكتورات معلم. اوكي بالنسبه للفيكتورات شباب هذا عندنا واحد دمج وفيه مدى تمام، هذا فيه مدى والذخيره، بينما هذا شباب الجديد معنا قول لي لا طول بالك خلينا نشوف مريح. نايس 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 ماتش ودقة بلوس. لا ندخل نشوف السكين شاب ونجرب السكين نفس الوقت نجرب الدبر فيكتور هذا شاب. شو شو وضعه دبر فيكتور معلم؟ فيه اثنين كامل نقلناه دماج ودقة معلم يعني. بس لو كان يشوف انا فيكتور معلم تاخذ حسب تقدر تلعب فيكتور واحد ولا فيكتورين بس. ولكن شباب مع بعض الاحيان شباب لما تكون ناس جديد من الطياره الدبل فيكتور معلم لما تشوفه بالارض معلم يعني كلياتها ما توحش عليه ومنجيبه. لا تخلي لا تخلي لا شوفك شايفك انا اوكي هات نشوف. اوكي حبايبي هذا هو الدبل فيكتور معلم. خلينا نشوف معلم كيف الوضع. اثنين دمج مو هيك؟ فيه اثنين دمج بس بنشوف. طبعا شباب السكين باللوت مثل ما انتم شايفين. قولي قولي ماذا تشوفون؟ قولي قلع نعم بدنا نبربر شوي. يا سلام نشوف هذا. هاي ضرب من ورا يا زلمة يا زلمة. ضرب انجرب واحد شباب بس جرب واحد شوف. هذا بروح القلعة من هون يا زلمة. هذا بتلعب لي وان شوت معلم. والله دمجه حلو معلم. كيف شافني هذا؟ الله يهديك يا زلمة. قولي والله شباب انا شايف تلعب فيكتور واحد احسن يا اخي. صراحة يعني والله الشاب يعني دمجه حلو بيقتل بسرعة. طول بالكم نشوف هذا اللعب. ويا شوي تشوي والله باللوز والله باللوز 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 والله ما اشبه شيء يا جماعه. هذا شوف الدبل والله شايف الدبكتور عادي احسن من الدبل فيكتور هيك حسيت. صدقوني لا معلم لا معلم كمان هذا الدبل فيكتور معلم. والله شباب يعني صراحه صدمني هذا الدبل فيكتور ها عن جد ما اشبه شيء يعني يعني لاعب بيموت بجزء ثانيتين بيموت اللاعب معلم. اوكي اتس اوكي شباب اوكي حبايبنا تمام. حبايبنا الكرام ما راح اطول عليكم اكثر من هيك شباب. الصراحه يعني السكين اليوم حلو تمام. وبالنسبه للفيكتور شباب الصراحه يعني ماشي حاله يعني هذا السلاح يعني عن جد يعني اوكي. شفتوا بعينكم شباب اللي نحن عم نجرب فيه. بسلاح واحد فيكتور واحد شفتوا يعني عم جمج وجيب كلات حلو تمام التمام ودمج قوي يعني. تمام مش عم نشوف الدمج مش عم نشوف الخاصيه تبعته من اول وجديد شباب. وين تمنت وين الاس ام جي؟ اس ام جي وين ذا فيكتور؟ هذا اثنين دمج اثنين دمج. اول فيكتور بالشاب بنزل فيه اثنين دمج معناتها معلم اتس باللوز. ايوه نايس مع ابو شعره من فوق معلم. يومكم سعيد حبايبنا. نلتقي بالبث المباشر ان شاء الله يا حلوين من بعد. سلام عليكم.